حسب نوع البروجكت اللي موجود عندك وطريقه التصميم. لكن كل واحد انا هحطه من قبل في احد الاركان اربعه وهتطلع قيمته في احد. لاحظ الان قال لك انه الطريقه اللي احنا بنعملها هذه طريقه غير سيمبل. يعني الكلام ايوه الكلام هذا اللي قلناه كله غير سيمبل، لكن في طريقه اخرى اسمها اناليتيكال هيراركي بروسيس. هذه بروسيس يعني معقده شويه وحتكون مدخل لعمل اخر. الان انا محتاج اقول لك بروجكت انفورميشن، كل بروجكت عندي محتاج اعمل له كولكشن للانفورميشن الموجوده. لها خطوتين، لها خطوتين. الفيرست ستيب ديفاين البروجكت تمبليت، شوف البروجكت تمبليت عندك ما هي البيانات الموجوده في هذا البروجكت. والخطوه الثانيه كانديديت بروجكت ار ليستد بيست اون انبوت فروم فولوينج ريسورسز او سورسز. عندي كل مشروع لو تمبليت كده ما هي البيانات اللي انا محتاجها، اسم المشروع، التكلفة كم، من المدير، من الحاجة الأساسية، البيانات اللي بعرف فيه بالمشروع، والمصادر بعد ذلك هشوف النكست ستيت كانديديت بروجكت ار ليستد بيست ان، هعمل لستة للبروجكت اعتمادا على مصادر اللي أنا أشوف البيانات منين عشان يسهل علي جمع المعلومات منها. ببدأ بالرننج بروجكت ان وجدت. طبعا اذا كان عندك استراتيجيه سابقه اكيد في رننج، واذا كان ما عندكش هتبدا فروم سكراتش. وبعدين بعد ما تحصل عليها هذه البروجكت انت مع نهايه الخطه الجايه محتاج تعمل لها اجيومنتيشن، محتاج توسيع. احد امرين، ممكن يكون عندك برنامج ضمن الفائده لطلبه او برنامج عادة يقول لك انه انت تحتاج توسع. هذه ايدنتيفاي انها بزنس استراتيجي لنا، هذه محدده تكون سابقا في الخطه. في الخطه يقول لك بس انا استمر في المشروع الفلاني حتى تحقيق المكاسب الثانيه. هذه سهل الحصول على البيانات لانه اوريدي كانت مكتوبه من قبل. يعني انا الان بجمع البيانات عن البروجكت اللي هي شغاله سهل انك اللي هي مش شغاله يعني مش موجوده. انا كان عندي رود بلو برنت رود ماب، رود ماب كانت تحدد لي ما هو الموضوع اللي بعمله الترانزيت هاب. من هذه البيانات اقدر اعمل انتربرايز اركتكتشر، اوريدي انا عملته اثناء الترانزليشن. وبعدين بحدد البروجكتس اللي يدعم هذه التحولات اللي بالرود ماب. هنا عاد المصدر واخيرا اللي مش موجوده بالرود ماب. ولا جاء واحد من المبرمجين قال لي والله احنا محتاجين برنامج من بصمة عشان اداره الموارد البشريه، يعني مقترح مشاريع جديده من اليوزرز اللي بيستخدموا. بعض اليوزرز على فكره يكون عندهم حق، يواجه مشكله ويطلب حلول منها، هو ما يعرفش كيف حيحلوها الناس، لكن يطلب حل. يقول لك انا شيء برنامج مثلا يساعدني في عمل الحسابات الخارجيه ولا حتى طريقه لتوصيل رسائل المطالبه للزبائن. يقول لك انا محتاج حكومه انت بعد ذلك كلها بالقطاع وتقول والله احنا نعتمد على ايميل ولا نعتمد على اي حاجه. انت حطها. يعني عندك اربع مصادر، اما ان يكون مشروع قائم وما يحتاجش توسعه، واما انه هذا المشروع يحتاج توسعه وفي هذه الحاله ذكر التوسعه او ذكر المشروع في الخطه في الاستراتيجي وبياناته موجوده. الحاله الثانيه او الحاله الثالثه انه عندي بلو برنت، عندي خطوات مخطط للمشروع او عندي رود ماب اوريدي مطروحه منها استطيع. والحاجه الاخيره انه بيحدد المستخدم هذه المشاريع من عنده. هذه الاربع مصادر اللي انا بعد عرضت منها على المشاريع. هذه تنتج لي ان سورتد ليست اوف كانديديت بروجكت.
حصلت على كانديديت بروجكت وورك حصلت على كانديديت من هذه هل هي اللي يجب ان تعمل ريفليك؟ ايش تقصد دكتور محمد؟ نعم كانديديت يعني مرشحه كانديديت يعني مقترحه مرشحه تمام؟ الان بريفليك عندي يجب ان تكون ضمن الانفستمنت تايب اللي انا صنفتها مش عندي اربعه كل واحده كل مشروع من هذه الكانديديت انا عارف صارفه فين واحد التحسين واحد اللي حيحصل الان حامل الانلايزر حامل الانلايزر لاحظ عندي اربع انوار اللون اللي هنا مش واضح اللي هتلاحظ انه موجود هنا فاتح قليلا كده هتلاقي موجود هنا واحد انا طبعا ما بشوفش بس متوقع ايش كنت شفته من النظاره من قبل هتلاقي كم مشروع كذا يتنطط قدامك عندي اربع انواع واحد جروث مينتنس برودكتيفيتي وانوفيشن الاربع مشاريع كل واحد بياخذ لون عندي وحقسمهم حسب الريسك والفاليو حجم السلسلة اللي عاملها هل تشير للأهمية ولا ليش؟ في بعضها عاملة كبير وبعضها صغير الدائرة اللي لها دائرة حجم الدائرة؟ أيوه ما في ما الشرط ما لهاش يعني علاقه اللي عاملها صغير لا لا ما نفس اللون بس ما لهاش الكبير مره الصغير ما لهاش علاقه المشاريع حسب يعني انت مثلا صنفتها حسب حجمها من دور حجم كبير ولا صغير ولا لكن الالوان اللي عندي انه هذا الانوفيشن عندي مشروع كبير او مشروع صغير الباقي تمثيل لكن خلي بالك معي انا اخذت هنا الرسم وخلي بالك انه هنا الهاي وهنا اللو وهنا اللو وهنا الهاي هذه المفارقه في الشكل احنا متعودين انه الاكس اكسس او الواي اكسس انكريز فروم ذا بوينت اوف كروس بوينت من الكروس بوينت هنا انكريزنج هذا العمليه عكسيه عشان كنا بنعطي خمسه للي ما عندوش للي عنده رسته عاليه في لاحظ الفاليو هو الهاي واللو كيف حنحسبها؟ هاي واللو ايوه مش انا يا جماعه مش انا يا جماعه جماعه الرسم في واحد طالع خمسه واحد طالع 50 مثلا اللو 50 بالنسبه للكل للرسم للتمثيل ولا من اللو للماكسيمم ومن الماكسيمم للو وبعد ذلك فحدد بس الموقع حسب الدين طلعت هذا الريسك حقه 20 تقصد الترقيم حق العمود نفسه ايوه الترقيم هذه احنا كنا بنعرف الجانب الهندسي ناخذ الاكثر وبنحدد بعد ذلك خلاص حصلت على اللون هاي اجي اخذ البروجكت اللي عندي واشوف موقعه هذا بين واحد ونص واحد تنوعات عندي اجي الان اشوف النتيجه النهائيه يقول لي الابر رايت هذه المشاريع اللي عندها هاي فاليو لو ريسك هذه افضل المشاريع اللي موجوده واللي بالوسط هاي يعني ميديم ريسك وميديم حتى ركز في هذه المنطقه الهاي ريسك لو حتنزل تحت الهاي ريسك هاي حتطلع فوق خططت لي حرفين كده الوسط لو 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 كنت تتذكر لما عملنا الاوبشنز كان الشكل عندي الخطين مقارنة للخطين اللي شايفه يعني نفس البروسيس نفس الموديل بس كان لازم لي الخط على نور مستوي مع الخط عملية كذا بس حتلاحظ الرسم بيقول لي المنطقة العليا هذه هاي ولا فرصة فاقتني اعملهم الآن يعني بدون تفكير هذا هاي فاليو لو ريسك اعملهم بدون تفكير اللي في المنطقة الوسط أبوها إما هاي فاليو
وهاي ريسك، واما ميديم فاليو وميديم ريسك. هذول قاعد تعملوا خطه، خطط لهم من الان وشوف متى حتنفذهم. هذول الدرجه الثانيه. اما الثالثه الدرجه الثالثه اللي قلت لك ري اسيت، رجع مره ثانيه اعمل العمليه كلها في التقييم وارجع الى التقييم. هذا هنا شوف لو كانت عندك الموازنه اللي جايه لك في ال لا انا اقصد لو كانت الميزانيه لكل ربع من الارباح في الموديل الاساسي مقسمه مقام، هتبدا الان تختار افضل المشاريع لافضل الميزانيه وتقارن بين الميزانيه اللي انت تريد. لو كان على مستوى الخطه كلها هتاخذ افضل المشاريع بصرف رمضان مين هم البروجكت. طريقة دي ايش قال يا فوزي اللي احنا جالسين نشرحها؟ هاي بالوسط طريقة. لا 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 انا احسن البروسيس ما هو كلها هاي ما هذه الخطوة. عملية التقييم طولنا على الخطوة دي. اوكي بس انا اقصد اللي الان بال الان خطين انا مش مقارن. ايوه ما هو بيقول لك حتى هو بيقول لك حطيت لنا الان وشوف يعني عمل لي دراسة بس هذيك اللي فوق انت اكيد هذه محتاجه لدراسات. هذه العمليه حنعملها في كل الاحوال لما نقيم المشاريع حنعملها في كل الاحوال، لكن الطريقه اللي عندي لاحظ كم جلست عليك اعمل نماذج واطلع قيام وعمل جداول. هذه الطريقه مش عمليه مش عمليه يعني هذه جلست تعك لك في نماذج. خلك الطريقه الاكثر مثل خيار الاخر، خيار الاخر لطيف انا عاجبني فعلا ولو كنت مدير فاتخذ هذه الطريقه. الله يجمع الناس الالترناتيف ابروش تو كريت ليست اوف كانتي بروجكت. انا عايز اقول لك فيست فيس ان ذيس ورك شوب، اعمل ورك شوب واجمع الناس اوكي واقول لهم ادخلوا دي الاستراتيجيه اعملها تربوا لي مشاريع وقيموها. حيطلع لك بالتقييم اللي احنا نجمع منه كل واحد حيطلع بتقييم. خذ المشاريع وتقييمها مع الافرجي وعمل الجدول حقك. في الخطوه الثانيه the participants have to discussion about value and risk. ليش انت عملت كذا وليش انا عملت كذا؟ وش العمل؟ السلام هم شو نفس الخطوه السابقه معهم؟ لا بس احنا عملناها يعني يا فوزي عملناها في جلسه في ورك شوب واحده. عملنا التقييم، قيمنا، ناقشناها، انت عدل كذا وانا عدل كذا وصلنا لحل وسط. اوكي حددنا مشاريع معينه وبعدين حددنا الفاليو والريسك. بورشه عمل بدل ما كنا نجلس. عم تختلف الاراء في ايوه بس الاخير هنا بيكون نوع من العمل الجماعي وسريع عمل فردي بس. لا لا عمل جماعي وسريع، والاول كان نماذج واعمال فرديه وتقييمات. هذه توفر عليك من ناحيه استراتيجيه انك في جلسه استراتيجيه واحده في ورك شوب واحده يوم يومين خلصت الموضوع كله. بدل ما تجلس تدور لك جمع بيانات وتشوف كل مشروع كم حياه ومن اجمعهم. اساسا ما بيبداش يقيموه ويحطوا الفاليو. انا جامع خلي بالك. لما يجمعوا هذه الشغلات. لا لا انا جامع كل الناس اصحاب المشاريع القديمه واصحاب المشاريع الجديده واللي يشتري مشاريع كلهم جامعهم في ورشه عمل واحد. ستيك هولدرز يعني كل الستيك هولدرز عندي فكلهم عملوا لي كذا. هذا عمل اداري قوي انا شايفه ايه عارف بس انا اقصد انه الفارق ما بينهم انه هناك كانه مش على شكل فريق، هنا على شكل فريق بس. لا مش هو مش فريق هو مش فريق. هنا تشوف العمليه قائمه على التقييم وللتقييم هنا خالد كمان التقييم لا هنا خالد على النقاشات. يعني قد تقول انت انا ارى ان هذا المشروع بكذا كذا يقول لك لا يعني احنا حنعمل كذا وكذا. ليش انت فقط طالب كذا المبلغ؟ قول له حنحتاج كذا في كذا. قول له لا حنستمع عن كذا ونعمل كذا. ما دام انا حددت لك انه هذا لانه يحتاج كذا وكذا معناه انه انا قيمت انا قيمت بطريقه افضل. حنشوف افضل الخيارات من احسن بدل ما نجلس ندور كل مشروع نجمع له بيانات لوحده وبعدين حنقيم كل مشروع لوحده وبعدين نشوف الريسك حق كل مشروع لوحده وبعدين نشوف البنفيتس حق كل مشروع لوحده وبعدين الكوست يعني العمليه تاخذ
لان هذا كل كلهم يطلعوا واطرح كل حاجه هتطلع برؤيه استراتيجيه واحده. انا ارى انه هذا الخيار صراحه عاجبني مش عارف ليش. البريره ذات نفسها لكن الخطوه اللي احنا كنا عملناها حنرجع بعد ذلك للخطوه اللي قلها لي ونحصل عليها. والفارق كان في الخطوات الاوليه. لاحظ الآن سواء على الطريقتين الطريقتين اللي حصلت أنا عملت فيها تقييم ولكن ما حددتش فيها بعض الأشياء الأساسية. عملت تقييم أساسي لكن هل أنا عملت بالانس انفستمنت؟ هل أخذت المشاريع وقمت بعمل فالانس بين كل الرسوم؟ لا. هل ساتيسفايد ديبندنسز؟ هل أنا عملت ديبندنسز بين المشاريع؟ هل حسبت مانجمنت امباكت التأثير؟ أهم ما في الموضوع يقول لك A useful instrument to analyze this complexity project application and dependency matrix of figure 48 اللي هو في الشكل الثاني. افضل حاجه انه بدل ما تجلس تاخذ حاجه تغيرها مكانها حط هذا النموذج ويحدد عندك الابلكيشن اللي انت محتاجها والبروجكت. هنا انت حتعمل تقييم لكل مشروع ومقارنه وعلاقته بالمشاريع الاخرى. يعني انت الان بتنظر الى كل المشاريع وكل الخدمات مع بعضها وتستطيع ان تحصل على كيف من هنا في البقى. يعني انا معايا البروجكت الاول اخذ لي تطبيقات شفتها فاصبح هذا مشروع كبير. ايوه انا استطيع الان انا امنح هذا المشروع لو ما اشوف الخدمات هذه اعطيه جزء من الميزانيه اكبر. نعم ليش؟ لانه بيحقق لي اهداف استراتيجيه كثيره في خطه واحده. وهكذا انا ححط ماتريكس لكل المشاريع اللي انا اشتيهم واشوف كل واحد اي امكانيه. طيب قلت لي ايش تكرر الارقام كذا؟ ايش الرقم يعني؟ اي اللي فوق القائمه اللي العلويه هذه 6 6 5 ايش احسب الترقيم؟ 6 6 5 4 اعتقد هذه كاتب لك ايش هناك بروجكت اند ابلكيشن كم عددها؟ البروجكت في هذا الاتجاه وعدد الابلكيشنز اللي موجوده في هذا الاتجاه. هتلاقي 1 2 3 4 5 6 الاجمالي اللي موجودين عندي. اللي هنا هتلاقي ايش مكتوب فوق كده؟ 6 3 هذا يمثل ماذا؟ حتى الخيار الثاني ابلكيشن بير بروجكت. ابلكيشن بير بروجكت بالبروجكت الاول 28 ابلكيشن. لو جيت تحسب هذا لا هتلاقي هم نفس العدد اللي انت موجود. يعني هذه عدد الابلكيشن والمبلغ لو جمعتهم كده هتكون معك 28. النموذج هذا فقط بيعمل لي انالايز البروجكت مع كل ابلكيشن في كل بروجكت. لاحظ الكلمه اللي قلت لك اياها يقول لك هذا النموذج بيعمل لي حاجه واحده بيعمل لي اكتيفيتيز اكتيفيتي ريزلتد ان سيكونس ليست اوف ايتش انفستمنت تايب. يعني كل انفستمنت تايب اعرف ما هي خطوات سيكونس ستيبز اللي انا بعملها. يعني لو انا احط البروجكت الاول اعرف ما هي الخطوات اللي انا انفذها وما هي البرامج بالترتيب الى حتى انفذ من الاول الى الاخير.
الحاجة الثانية جون هيعمل الـ independent، الـ independent application.